صباح الخيرات عن جديد. وصلنا لفقرتنا الأخيرة بحلقتنا لليوم يلي رح نعرف من خلالها هيك حظوظنا وأبراجنا ويا ترى شو رح يخبي لنا الفلك مثل العادة مع مدام نجلاء أباني. صباح الخير. صباح الخيرات يا منشا. صباح الخير يا رنا، يسعد صباحكم. أنا جيدة جدا دائما الحمد لله. كيف بآخر شهر يعني؟ طبعا يجعل أيامكم سعيدة، ضلوا دائما بخير، مرتاحين، مبسوطين. اليوم 5/12 يعني 5 ديسمبر، تمنياتي لكم السعادة. عطارد دخل إلى الجدي وأخيرا يعني كوكب السفر، الأوراق، المستندات، بلشت الأمور العملية الورقية، كل شيء له علاقة بالمستندات يتحسن بالنسبة للعذراء، القوس، الحوت بالتأكيد إضافة إلى الجوزاء. ما زالت الزهرة لآخر الأيام في برج القوس، هي للحب والارتباط والعلاقات العامة، بس بالتأكيد يعني رح تدخل بقى على الجدي ابتداء من 8 بالشهر، يعني يومين ثلاثة بتبلش بقى الأمور تتحسن فعليا لهالمواليد اللي عم بذكرهم. الشيء الوحيد اللي لسه رح أحذر منه هو الأمور الصحية بسبب تراجع المريخ في برج الجوزاء، مكان غير جيد لمولود العذراء، الجوزاء، القوس، الحوت. يعني بس هالأبراج لازم ينتبهوا صحيا لألون أو لأحد المقربين. أول أخباري العزيزنا مولود برج الحمل، للحياة دخول عطارد هي للعمل، أمورك العملية ما كتير مريحة، بس دخول الزهرة كمان إلى برج الجدي بعد يومين ثلاثة مولود برج الحمل ما رح يكون كتير الأفضل لك على الصعيد المالي. أنا برأيي الشهر القادم للإرباكات هو شهر الصرف العالمي، ما بعرف إذا عم تدخل بجديد أو عم تعمل شراء بيع أو عم بتدور على طرق لزيادة دخلك، بس أنا برأيي الأمور إيجابية معنا سيئة، بس خفف صرف عموماً لأنه عم تحتاج شيء يغذي مواردك على الصعيد المالي. تظهر التصاق مولود برج الثور بالناس اللي أنت بتحبهم اليوم، قريب من زملاء، من أهل، من أصدقاء، يعني حاول أنك تضيق الخلافات لأنه يوم جيد. القمر ببرجك عم بيخليك حلو اليوم، والناس عم بتقيم شكلك، حياتك، علاقاتك. الحياة اليوم أنت أميل للتغيير على كل الأحوال، حابب يعني تغير شيء، تسعد بلقاء مثلاً شخص مهم، عندك ثقة بالنفس، ربما تمارس سحرك ربما، أو تكون متفائلاً وتسعى للتجمعات. مولود برج الجوزاء اليوم أنت اللي مكسل، هو ما مكسل، هو يوم للنميمة العالمي، ود 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 اليوم هيك، يعني حقيقة في ناس حواليك يمكن عم بيضايقوك، عم بيزعجوك، حاسدينك، عم بيسيئولك بطريقة ما، عم بيضايقوا، يعني في شيء ما كتير مريح. على كل الأحوال هو فقدان طاقة أكثر ما يكون إنه مثل كأنه اكتشاف أكاذيب حوالين مولود برج الجوزاء. معلش بدك شوية صبر لأنه الشهر لقلب إيجابي، فإذا في يومين ثلاثة متعبين هذا طبيعي، ما في شيء سيء. عم تنتظر على كل اليوم الجوزاء عم ينتظر حفلة أو مناسبة أو صداقة لمولود برج السرطان، عم توجه طاقاتك نحو علاقات أفضل. اليوم في مفاجأة، دعوة، نازل عسوق، رايح مؤسسة حكومية، إعجاب، علاقات قديمة تستعيدها، تفتح أبواب عاطفية عائلية للآخرين، يعني ربما تفرح لجديد مولود خاصة اجتماعيا على الصعيد الاجتماعي مولود برج السرطان. مولود برج الأسد اليوم ما عم تستوعب الظروف اللي عم بتصير حواليك، عرفتوا هذا اليوم اللي للعطلة، كل شيء فيه غلط، يعني ورا بعض بتصير الأمور هيك غلط، ممكن أشياء صغيرة لأنه الحقيقة الأمور ما أنا سيئة بالمجمل، أنا قصدي بس هاي الأشياء الصغيرة اللي بتصير أخطاء تعملنا شوي عصبيين، تحس حالك مستهدف، كأنه عم بتقيدك اليوم الأحكام الظالمة. اليوم القمر بموقع غير مناسب بالنسبة لك، وربما للحظات مولود برج الأسد تشعر أن الأمور تمس كرامتك، لذلك شوي الأمور بدها شوية انتباه. مولود العذراء اليوم الأمور جيدة، في فرص جديدة، في لقاءات مهمة، عم تزدهر الاتصالات حواليك، وضوح بالرؤية عم تأثر إيجاباً على محيطك، وأمورك العملية بالمجمل جيدة، يمكن لأنه المحيط اليوم داعم. اليوم يمكن تشعر انه في مفاوضات ناجحة، عم تسمع اخبار حلوة، في حدة ذكاء، في جمع لأطراف علاقاتك، صداقاتك لتكون امورك افضل، في شجاعة وصبر وطموح لدى مولود العذراء.
يوم جيد حتى للميزان، عم تفكر باحتياجات غيرك أكثر مما عم تفكر باحتياجاتك. يوم فيه قصص مالية ممكن تلاقي لها حلول، قصص مصالحات، تسوية أو فض خلاف أو تفرض آرائك أو تنال نجاح، تبدو أكثر سلاسة وتساعد حدا من الناس الغاليين على قلبك، يمكن مساعدة تفرحك وتفرحه. العقرب، أنت اللي مو مرتاح، ما بعرف إذا تأجيل أو تأخير أو جو حواليك شوي ضاغط أو مشكلة مضايقتك أو في نوع من أنواع الصعوبات، بس الأكيد أنه مانو اليوم الأفضل، بدك تروق علينا شوي اليوم. الكواكب بمكان غير مناسب، في عندك إحباط أو يأس أو مزاج شوي رديء. هلأ أنا بقول ما تترك استفزازات عابرة تضايقك اليوم مولود برج العقرب. قوس، ضايق خلقه ومعصب، شغل كتير، عمل كتير، وصحة ما كتير تمام، وفي شيء حواليه ما نمريحه، يعني الأمور الصغيرة أنا برأيي ما في شيء أساسي، يعني بالعكس دخلت الكواكب إلى بيت المال، بس بالمجمل مثل كأنه في أشياء هيك صغيرة بضايقتك، إذا استطعت أن تصمت ولا تعاتب فالأمور لك أفضل بكتير، وأنا برأيي انتبه شوي صحياً. الجدي، حاول تشرح وجهة نظرك بهدوء لأنه يوم لتهدي الأجواء، ليكون عندك إذن اليوم عم تسمعك لتعبر عن نفسك بحرية، صوتك مسموع، قادر تحكي وتقنع من حولك بالشي اللي أنت بدك إياه. الأخبار يمكن مطمئنة اليوم، ما بعرف، أعتقد يوم الاجتماعات بامتياز، مجتمع مع ناس أنت بتحبهم، هنن تسالي، هنن أصدقاء، هنن زملاء بالعمل، هنن مدراءك عم تناقشهم بقصص مهمة، واليوم جيد. الدلو هو اللي قلقان، مانو كتير مرتاح أو مانو الأفضل، خليني أقول يمكن لأنه عنده شغلة عائلية مضايقته، في شيء زعجه، يمكن إحساس أنه الأمور حواليه شوي مكركبة، عم تطلع له هاي الأشياء الصغيرة اللي ممكن تعارض مثلاً وجهة نظرك مع وجهة نظر الآخرين، أو بعض الأخطاء اللي وجودها دائماً وارد بحياتنا، يعني ما ممكن نعيش بدون أخطاء على كل الأحوال. اليوم يوم بدك شوية هدوء، وبتعد مولود برج الدلو عن الإجابات الانفعالية أو المتسرعة. حركة، نشاط، علاقات عامة لمولود برج الحوت، أشقاء، أهل، زوجة، الناس أنت بتحبهم اليوم موجودين حواليك، تباشر أعمالك بهدوء وبمحبة. يوم فيه سعادة أو فيه فرج، ربما إن شاء الله الفرج لألنا كلنا، تتواصل مع محيطك، وعلى الغالب أنت مرح وحيوي. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود خمسة، وأتمنى له السعادة. أستاذ سريعة، متهور، مسيطر، ثلاث صفات تستطيع أن تطلقها بسهولة على مولود اليوم مولود خمسة. صوته عالي، ضحكته مجلجلة، دائما عصبي متسرع، بس حرك يخزي العيب، ما بيقعد، مرح وساخر، جلسته لا يمل منها، قليل الثبات عموما. يمكن القوس الوحيد اللي بيقدر يكذب وبتصدقه، من الأشخاص اللي علاقاته جيدة مع الآخرين ومحب للعائلة وللأهل وكريم جدا. طبعا السنة اللي ترقية، لسفر، لمشاريع بيع شراء، إنجاز لبعض الأمور اللي كانت معلقة، بيع مشترك، عقار مشترك يمكن، يعني أنا بشوف الأمور المالية تعتبر الأفضل. والسنة مهمة سواء بنهاياتها أو ببدايات العام القادم على الصعيد العاطفي على الغالب، في شيء إيجابي، رغم أنه أنا السنة القادمة بسميها سنة العمل وليس العواطف، بس يعني لو أردت أنك تعمل شغلة عاطفية ففيني بارك لك فيها. اجعل أيامكم سعيدة وتضلوا بخير. رسائلكم أكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. رغد عم تسألني عن أمورها، رغد عندك 6 شهور بياخدوا العقل، استفيدي منهم روحي لأنه ما حيتكرروا بال6 شهور الأخيرة من السنة. أنا بعتبر أول 6 شهور للتغييرات وبامتياز، فالله يقدم لك فيه الخير. جان عم بيسألني عن أموره، والله جان سنة حظك حبيبي، سنة جيدة جدا جدا جدا، أحد العوام الأفضل يا جان، وعلى الغالب فيها تغييرات مهمة، هي كل شيء تقريبا جيد من ضمنهم المال والعمل. أنا أمر، توافقي مع زوجي محمد، يا أمر يوم وشهر وسنة واسم يا روحي. وبلال نفس القصة، يوم وشهر وسنة واسم. وقفوا، لا بلال كاتب بس لازقهم بعض، 2/2/82 بلالي صدقاتك، والله أمورك جيدة يا بلال، على الأقل هاي الأشهر اللي جاي فيها نوع من أنواع التغييرات. هلأ أنا بشوفها سنة سفر،
على بالك. منى بنت فاطمة أو تغيير طبعاً. منى بنت فاطمة، يسعد أوقاتك يا منى. منى سنة جيدة جداً بالنسبة لك وإيجابية، وحملت لك مبروك كبيرة. بس هاي السنة الإيجابية ما رح تبلش قبل الشهر الثالث وما بعد. بيخطر لي الصيف رح يكون مفرح لك في العام القادم. طبعاً أنا عم بحكي عن تغيير أساسي منى، وليس عن تغيير عادي. التغيير العادي بيصير بأي يوم جيد. إبراهيم عم بيسألني مع علا، يسعد أوقاتكم. والله يا إبراهيم عندكم حظوظ مساعدة وإحدى العلاقات الأفضل، بس إذا في شيء بدي بارك لكم عليه، أنا برأيي ليس قبل الخامس. يعني أنا ما بظن قبل الخامس، مع أنه في ترتيب ممكن ترتبه، واحد تاني التالت، هدول أشهر فيها ترتيبات، بس أنا ما بظن في حظوظ لتغيير قبل الخامس. بس السنة بقى بعد الخامس حظوظ مساعدة جدا. موسى، يسعد أوقاتك يا موسى وشكرا لك. عندك 6 شهور بياخذوا العقل يا موسى، يعتبروا الأفضل لأنه في تغييرات إيجابية وجيدة. طبعا حتى الأمور المالية مفرحة بال6 شهور القادمة. زلفقار، والله السنة إيجابية يا زلفقار، بس حبيبي أنت من الأشخاص اللي يعني للأسف أنت مروح ذكاك وإمكانياتك حيث لا يجب. أنت تستطيع أن تفعل أفضل من هذا، بس أنت حدا يعني تارك الأمور على البركة، لا عم بتخطط لما تريد ولا عم تبذل جهود لما تريد. هلا هي القصة حبيبي مو صح، يعني الزمن صاير صعب، بده بذل جهود مضاعفة، مو بس شلون من كان، لحتى تترتب أمورنا. وأنت ذكي وفهيم، فحرام تضيع أمورك بدون ما تصل لأهداف أنت حاطة وبدك إياها. يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا دائماً بخير. حلو نحط أهداف بالنسبة لنا، أنا دائماً بحطها بقى برأس السنة، يعني هلأ هاي الفترات على بداية السنة، إيه أنه السنة القادمة سوف أفعل هكذا. نعم ضلي بسعى وبتمنى قولي رأي رب العالمين. عم تفعلي ولا ما عم تفعلي؟ قولي الحقيقة. والله أنا عم تزبط معي يعني الحمد لله. أنا سنة جاية إن شاء الله يا رب. أنا بآمن مدام أنه لازم عن جد الشغلة نكتبها ونشوفها قدامنا. يعني نكتبها عن جد على ورقة، لذلك نخططها، يعني نخططها ونسعى باتجاهها إن شاء الله يا رب. قولي بدي كذا بدي كذا بدي كذا، نقوا نقوا نقوا. صروا على الفكرة إن شاء الله يا رب هيك تتحقق كل أمانينا وأماني كل مشاهدينا، بيحققوا اللي ببالهم بكل هالظروف الصعبة. لازم يكون في شوية أمل يعني. طبعاً طبعاً آمين يا طبعاً رب. يا ما بعرف إذا سمعتوها شو عم بتقول عن العذراء السنة الجاية، لهيك هي كتير متفائلة طبعاً، والقوس والقوس وهيك. أنا من أول ما فاتت المدام هيك يعني نبلش هيك شبرقين بالتفاؤل. إن شاء الله يا رب تكون سنة حلوة للكل يا رب للجميع. وعلى فكرة مدام كنتي عم تقولي جملة بالفيديو أنا كتير حسيتها هيك يعني عن جد 100%، إنه ما عاد في سنة منيحة بالمطلق أو نقول والله هالسنة يا لطيف. أكيد في ظروف صعبة بس بيكون فيها شيء منيح أو في تحقيق لإنجاز معين. إنجاز إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لك نجل بالطاقات العالية اللي عم تعطينا إياها. صار الوقت نروح لعند الشيف تهامة اللي بتعطينا مو طاقات عالية، سعرات حرارية عالية. مضطرين نسمن على إيدين الشيف تهامة ونشوف طبقنا بشكله الأخير.